السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، نرحب بكم في الإطلالة الجديدة من برنامج عوافي اللي من خلاله إن شاء الله راح نعد لكم أشهى وألذ الأطباق المحلية والعالمية بإذن الله تعالى. أنا وزميلتي أمل إن شاء الله نكون معكم طوال حلقات هذا البرنامج. مرحبا بكم مشاهدينا، وطبعا في برنامج عوافي راح نقدم لكم كل يوم مجموعة من الطهاء العمانيين والمقيمين اللي راح يقدمون لنا الوجبات اللي تميزوا فيها، ونتمنى انكم تستمتعوا معنا في هذا البرنامج، فابقوا معنا. أحلى مع حليب أبو قوس المكثف المحلى، احصل على 3 عبوات بسعر خاص. أبو قوس، خلي الجمعة أحلى. مشاهدينا، وطبعا من ضمن فقراتنا كل يوم عندنا ضيف جديد، واليوم طبعا راح يكون معانا الشيف فيصل اللي راح يقدم لنا الوجبه الرئيسيه. يا هلا فيك شيف فيصل. مرحبتين شيف امل. يا هلا وسهلا فيك. يا شيف سمير. مرحبتين. طبعا مشاهدينا اليوم ان شاء الله راح يكون معنا الشيف فيصل، راح نعد مع بعض اطباق جدا سهله وخفيفه ولذيذه ان شاء الله تنال على اعجابكم. اذا نبدا على بركه الله ان شاء الله. مشاهدينا خلونا نبدا مع اولى اطباقنا اليوم اللي هو السالمون بالخضار، بيعدها معنا الشيف فيصل. يلا شيف فيصل نبلش. اول شيء نذكر المكونات، معنا سالمون ومعانا من الخضار البروكولي اللي هو القرنبيط الاخضر، بطاطس وفلفل حلو معانا. نحط نجهز داوة، نضيف الزبده فيه عشان نحمر السالمون، بعدين نبهر السلمون بعد ما يحر معنا الزيت نخليه داخل الفرن، لأن السلمون ما يحتاج إلا درجة حرارة عالية. هو بيدخل الفرن بعد ما يدخل الفرن، بس هني بعدين نحمره وبعدين ندخله في الفرن، صينية الفرن على طول. هو بشكل عام شف أي أنواع الأسماك ما تحتاج للطبخ، يعني صحيح درجة إن نضيقها كثير، صحيح فقط يعني تحمير بسيط ويكون معنا جاهز. مشاهدينا مثل ما تشوفوا الشيف فيصل بعد ما ضاف الأعشاب الطبيعية على السالمون، ضاف عليها فلفل أسود الفريش، وحط عليها القليل من الملح، وحطيناها في التاوة. نلاحظ انه يتغير لون السالمون في الجوانب، يصير ابيض، فهذا الدليل انه خلاص كافي، ونقلبه على الجانب الثاني وخلاص ندخله في صينيه الفرن، وندخله حل الاستواء التام داخل الفرن. خلاص كذي نلاحظ هني انه تغير لون السمك، صار ابيض. ايوه صحيح. في المرحله نخليه داخل صحن الفرن، ندخل الفرن بس تحمير. تحمير لان السمك السالمون ما يحتاج اي وقت حل النضوج، يمكن كامل مع 10 دقائق كحد اقصى. تمام. الحين طبعا مشاهدينا سمك السلمون الشيف راح يحطه في الفرن تقريبا لمده 10 دقائق، لانه بس يريد له تحمير. هو طبعا اكيد السمك ناضج، فالحين راح ندخله في الفرن، راح نبدا الخطوه الثانيه. الالوان جميله امل، مثل ما تشوفي شفتي تغير لونه. ايوه شهي جدا. ندخله في الفرن ونرجع. طيب مشاهدين، طريقة نضج هذا السمك اللي هو السالمون يعني جدا جدا جميلة، وحتى يعني ريحة الطبق ما شاء الله شال المكان يعني بكبره. الشيف ما شاء الله عليك. جزاك الله خير. أنا استفيد من التاوة ما نغسلها، أساس أن السمك طعمه موجود. أيوة. نسوي الصوص اللي هو بتر ليمون صوص، اللي هو أيوة صوص الليمون بالزبدة. أيوة. كمسمك طعم كصحن جانبي حس السمك. تقدر تضيفه داخله أو تقدر تضيفه على يم. على يم. أيوة.
طبعا صوص الليمون شيف يفضل يقدم مع الاسماك. ايوه يقدم صوص الليمون مع الاسماك. ايوه صحيح. نبدا الحين بعمل الصوص مشاهدينا. بنضيف زبده زياده. ايوه طبعا نقف درجه الحراره لانه ما نحتاج انه يغلي، والاعشاب اوريدي موجوده داخلهن. مجرد بس ان تذبل معنا تذوب معنا الزبده، نضيف الكريم الطازج، كريم الطهي طازج، ونضيف شويه اعشاب زياده، ونضيف الليمون وخلصنا. صوص سهل وسريع وحتى طعمه لذيذ شيف. اكيد دائما يكون هذا الصوص يقدم مع المأكولات البحريه. نعم. كمجمل. أيوة. ما بس مع وش اسمه صحيح، ما حتى مع الهامور جدا جدا لذيذ. صحيح. هذا الصوص هو صوص سريع وما محتاج. صحيح. بس الاغلب الناس انه يخربط الطعم انه يجيبوا تاوه ثاني مثلا ولا صحن ثاني، ف انا افضل انه يكون في نفس الطاسه على اساس ان نكهه السمك عشان نكهة ما... أيوة ما زال موجود. ايوه هني يبدا يكتف معانا الكريم، الكريمه نضيف الليمون. طبعا هني كميه كبيره، ما نحتاج كميه كبيره بس قليل تقريبا شوي. مقدار ملعقه، مقدار ملعقه صغيره بس. تمام. والحين شيف راح نحضر مع بعض. بنحضر خضار مسلوقه. طبعا انا جهزت هني بطاطس مسلوقه. طيب. سوق عادي، البروكلي اللي هو القرنبيط الاخضر مسلوق. بس هني القرنبيط لازم يوم تسلقه بعد ما يخلص تسلقه ما 3 دقائق عشان ما تفقد القيمة الغذائية واللون ماله. نعم. أهم شيء إنك تجهز ماي مع ثلج. أيوة. وتجيب أي شيء أخضر، ماله البروكلي أي حاجة خضراء سبانخ أي حاجة لازم تحطه في ماي وثلج على أساس ما أيوة. نعم. أساس ما يفقد اللون. بس ننتظر تاوة تحرق مع الزبدة، نفس الشيء نستخدم الزبدة، نضيف الفلفل الحلو. حتى الالوان مع بعض شيف يعني تعطي جماليه للصحن التقديم او صحيح. للوجبه. هو دائما يفضل الخضار مشاهدينا اللي بتقدموها بجانب اي وصفه انكم ما تطبخوها واجد، يعني فقط سوتيه بسيط مثل ما يقولوا، يعني بس تحريكه بسيطه جدا عشان تحافظوا على قرمشه الخضار وعلى قيمتها الغذائيه وكذلك الالوان. صحيح. اللي تكون فيها يعني. تفضل شيف. شيف سميرة، حتى إذا محتاج أنك تسلقي الخضار سوي كمية الماء شوية. أيوة صحيح. بحيث أنه ما تترمي الماء بعدين. أيوة. تستفيد من الماء، أصلا الماء يدخل داخل الخضروات. نعم. ويختلف. أما إذا سويت ماء كثير بعدين رحت تشقلي تفقد القيمة الغذائية كلها. صحيح. تبقى بس مع الغذائية تأكلها بدون فوائد. صحيح. والحين طبعا بعد ما حمسنا الفلفل الحلو بالزبدة ضفنا له البصل والثوم. نعم ضفنا له البصل والثوم. أيوة. ننتظر لين يجهز معانا الفلفل الحلو، بعدين نضيف معانا البطاطا والبروكلي. أيوة. خلاص يكون طبق جاهز معانا، نعطيه رشة فلفل أسود وملح وكافي. خفيف جدا وحلو وسهل. صحيح. مشاهدينا طبعا بعد ما تحمر معنا اللي هو سمك السالمون واستوى بشكل كامل، الشيف راح ان شاء الله يروينا طريقه تقديم هذا الطبق. تفضل شيف. بس قبل ما نقدم الطبق نضيف الخضروات الباقيه معانا. طيب. وكما اخبرتكم اصلا هي جاهزه، بس نضيفن كتحمير. ضفنا البطاطا، تقدر تستخدم البطاطا تجي بطاطا صغيره افضل عن تستخدم. أيوة. بطاطا كبيره كمنظر. منظر وتنويع حتى. صحيح. الشيف. مشاهدينا بإمكانكم تستخدموا البطاطس الصغير، يكون متوفر في أغلب السوبر ماركتات، أو بإنكم تستخدموا بطاطا يعني بحجم كبير وتقطعوها مكعبات أو بأي شكل حابينه. نضيف الفلفل الأسود عليه، رشة الفلفل الأسود. معنا رشة ملح. طبعا أنا أفضل ملح يضاف داخل السلق. يكون اكثر. أيوة. تندمج الريحه معه. وهني معنا اعشاب، رشه اعشاب. كذي يكون معنا الخضار جاهز. الحين طبعا خلطنا كل الخضار مع بعض ما شاء الله، ونحركهم وان شاء الله طبقنا راح يكون جاهز. الحين مشاهدينا بعد ما جهز معانا الطبق الرئيسي اللي هو طبق السالمون، راح نروح للشيف ونشوف كيف راح يقدمه لنا. سبون لو سمحتي شيف.
الخبر. مشكورة. معنا طبعا هذا الطبق نقدم فيه، هذا طبعا من الاطباق الجديده داخل التقديم. دائما اشكالها حلوه، تقريبا صخريات او رخاميات حتى. ايوه صحيح. فبنستخدم الصوصات طبعا في الفن الجديد داخل المطابق. في المطابق دائما التزيين يكون خفيف، يكون الوان مختلفه. أيوة. هذه الفكره مع التزيين. الله بسم الله نبدا مع بعض. بسم الله. معنا هذا انا مجهز صوصات، هذا طبعا صلصه الجزر طازج نسويها بطريقه معينه بس عشان التزيين. ومعنا الطبق الصلصه الثانيه اللي هو صلصه شمندر. مشاهدينا بامكانكم تعدوا هذه الصلصات بطريقه جدا سهله وبسيطه معكم في البيت، يعني مثلا تاخذوا الجزر وتحطوه شويه في الماء على نار يعني لين ما تستوي معكم لينة وتضربوها بالخلاط، وإذا حابين ضيفوا فيها ألوان مثلا لون البرتقالي أو اللون الأصفر بإمكانكم. وحتى مثلا الشيف استخدم اليوم صلصة الشمندر اللي هي غنية أصلا باللون الأحمر، فبإمكانكم نفس الشيء تضربوا في الخلاط وتعملوا هذه الصوصات عشان تزينوا أطباقكم. يعني شيء جدا سهل وبسيط ويعطيكم تغيير في طريقة التقديم للأطباق. يعني حلو أمل، حتى يعني أفراد الأسرة لما تغيروا لهم في هذه الأشياء في طريقة التقديم وإعداد الوجبات، يعني هي سعادة أصلاً الأكل. أكيد. بشكل تزيين عام تزيين. أيوة. الصحن فعلاً شيء جميل. الحين راح نبدأ بغلف السلمون. نعم السلمون نستخدم نحط الخضار جنب السلمون. نستخدم سبون أصغر. ما شاء الله الألوان جدا جميلة مشاهدينا مثل ما تشوفوا، وحتى طريقة التقديم سهلة وبسيطة. هي محتاجة بس فكرة، ومحتاج إنك تشوف فيديوهات مثلا، تشوف ناس ثانية كيف طريقة تزيين مالهم، وإن شاء الله تضبط معك. طبعا صلصة الليمون مع الزبدة نضيفها فوق السلمون. بشكل خفيف معانا، او حتى الشيف بامكانهم يقدموه كطبق جانبي او كطبق. أيوة. جانبي في صوصر في صغير صوصر. أو صحيح. ايوه احنا معانا البصل، البصل المحمر، شوية فلفل يكون كتزيين يعني بس. أيوة. مشاهدينا مثل ما تشوفوا ما شاء الله الطبق الرئيسي جاهز معنا، واللون جدا جميل، وحتى طريقة التقديم سهلة وبسيطة. وما شاء الله كان معنا الشيف المبدع فيصل. هذه إبداعات شبابنا العمانية، دائما نحن نحب ندعمهم ونبرز مهاراتهم، فهذا البرنامج كذلك من أحد أهدافنا أن نبرز الشباب العماني وطريقة الطهي ومهارات الطبخ معكم. نشكرك على تواجدك اليوم معنا في برنامج عوافي. مشكور. إن شاء الله استمتعت معنا. أتمنى أن الطبق يفيد الجميع. إن شاء الله. وأعتقد الطبق سهل والجميع يقدر يطبخ. إن شاء الله. بارك الله فيك. مشكورة شيف سمير. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا فاصل ونعود لتكملة حلقة اليوم من برنامج عوافي. أحلى مع حليب أبو قوس المكثف المحلى. احصل على 3 عبوات بسعر خاص. أبو قوس، خلي الجمع أحلى.
لكم مشاهدينا من جديد، والحين راح نكمل معكم حلقة اليوم. نحضر طبق المقبلات اللي هو الكريب بالدجاج. خلونا نتعرف عليه أكثر ونتعرف على المقادير مع الشيف أمل. أيوة سميرة، الحين راح نعد طبق المقبلات مثل ما قلتي، واللي راح يكون فطيرة اللي هي فطيرة الكريب. دائما نقدمها بشكل حلو أو سويت، بس هالمرة راح نقدمها بطريقة ثانية وكفطيرة محشية بالدجاج والذرة والجبن. أيوة طبعا الفطائر أغلب الناس إنهم يستصعبوا إن نعمل فطائر تحتاج تخمير وتحتاج فرن، بس هالمرة راح نعمل فطيرة لا تحتاج لا تخمير ولا فرن، وراح أعد معاكم المكونات مشاهدينا. طبعا راح نحتاج لصدر دجاج تقريبا 300 جرام مسلوق ومفتت قطع صغيرة. راح نحتاج طبعا هذا للحشو 200 جرام ذرة مسلوقة وبهارات مشكلة، بهارات دجاج ورشة ملح، وراح نحتاج جبن مبشور، وطبعا راح نحتاج بصل مفروم فرم ناعم وشوية زيت. والحين راح نبدأ معاكم عجينة الكريب، وطبعا عجينة الكريب راح نحتاج تقريبا ل 300 جرام طحين أبيض وبيضتين وحليب تقريبا 100 مللتر، وراح نحتاج لنشا تقريبا 50 جرام او 150 جرام، واحتاج ثوم بودره ملعقه صغيره ورشه ملح وزيت. والحين نبدا نعمل مقادير عجينه الكريب. ايوه في البدايه راح احط البيض، طبعا انا افضل اني استخدم مضرب السلك في العجينه لان هذه العجينه سايله سهلة، وانا ايوه انا احسها يعني اسهل تكون بالمضرب السلك. انزين فالحين ضفت البيض، خلطت معاه الزيت، بعد كذا راح اضيف الثوم البودره عشان الطعم طبعا، شوية ملح، وراح نضيف الحليب الحين طبعا راح أضيف الطحين، بس الطحين لما أضيفه راح أنخله شوي شوي، بس راح أضرب كل هالمكونات بمضرب سلك، أخلط المكونات مع بعض عشان تتجانس. مشاهدينا مثل ما تشوفوا العملية جدا سهلة وبسيطة، وتقريبا المقادير شبيهة بمقادير القروص المعتاد عليه أو المعروفة في المطابخ العمانية، فقط ضفنا لها الثوم بودرة وما راح نحط فيها السكر، بدل عن السكر بنحط فيه الملح. الحين طبعا راح أضيف الطحين، بس مثل ما خبرتكم راح أنخله عشان ما يصير عندي تكتلات. هو أفضل دائما مشاهدينا لما أي طبق بتستخدمه في الطحين دائما حاولوا تنظفوه وتنخلوا الطحين، على أساس أنه تعرفوا لما الطحين ينحط لفترة طويلة يكون فيها بعض التكتلات وحتى الحشرات، يعني سبحان الله تكون فيها حشرات، فعشان تحافظوا على نظافة الأكل والطبخ يكون نظيف ما فيها أي تكتل أو أي حشرات وجراثيم، دائما نخلوها وحاولوا تستخدموا المشخل. طبعا أخلط المكونات مع بعض هالشكل. خلي الحلويات أحلى مع حليب أبو قوس المكثف المحلى. احصل على 3 عبوات بسعر خاص. أبو قوس، خلي الجمع أحلى. الحين صارت معي قوامه أيوه سائل تقريبا، يعني يكون مثل الكريب العادي اللي أيوة تعدوه في البيت، بس الفرق ان هذا مملح واضفت له بودره الثوم. ايوه انا طبعا اضفت بودره الثوم عشان ريحه البيض ايوه
ايوه، لان في الكريب السويت او اللي راح نستعمل معاه الحلويات نضيف الفانيلا. أيوة. بس هنا استعملت الثوم. الحين طبعا بعد ما خلطنا هذه المكونات مع بعض، الحين راح نبدا نعمل الكريب. انا طبعا سخنت هذه المقله، ويفضل طبعا تكون مقله غير لاصقه. الحين راح ابدا احط الكريب هالشكل. طبعا الكريب لما احطه احاول احركه على كل مقله. طبعا انا ما اريده يكون سميك، لازم يكون خفيف. خفيف، ايوه لازم يكون خفيف. حتى مشاهدين انتبهوا دائما لما تعدوا الكريب ان التاوة اللي بتقلوا فيها الكريب ما تكون صاخنة كثير، لان لما تكون صاخنة ممكن الطحين او الخليط يتحرك معكم كثير وما يشكل الشكل اللي انتم تريدوه. يعني تكون على نار هادية او حامية. وبعد اهم شيء سميرة انه يكون المقلاة غير لاصقة. ايوه هذا اهم شيء عشان نجاح الكريب. صحيح. ايوه لانه لو كانت لاصقة راح يخرب معانا. ايوه حتى الدهن او الزيت اللي اذا حابين مثلا تحطوا فيها شويه زبده تحت لا تكثروا فيها، يعني لا تحطوا كثير لان الكريب بيفقد كذا طعمه، يعني بيكون في زيوت كثيره ودهون كثيره. اكيد اكيد. أيوة. فعلا كل ما كان اخف كل ما كانت هشه واحلى. طبعا الحين طبعا انا ما اريده يتحمر الكريب، فقط انه ياخذ يتماسك. ايوه لاني راح ارجع احمره مره ثانيه هالشكل مثل ما تشوفوا مشاهدينا. مجرد اني يتماسك مع بعض. أيوة. بعدها راح اشيله. طبعا الحين جهزت واحده احطها هنا وراح نكمل على الباقي. اوريكم مره ثانيه بس طريقه الصب هالشكل. نلف المقلاة على أساس أنها تأخذ شكل دائري وما تكون سميكة. شو رأيش نحضر الحشوة الحين لحد ما يصير الكريب؟ مشاهدينا خلونا نجهز الحشوة مع بعض الحين. الحين طبعا سخنت المقلاة، راح أضيف لها زيت الزيتون. ننقلها هنا بس عشان النار أسرع. الحين راح أضيف البصل المفروم فرم ناعم. بعد كذا راح اضيف الدجاج. طبعا الدجاج مسلوق مقطع قطع صغيره. مثل ما تشوفوا مشاهدينا بعد ما حطينا البصل مع الثوم ضفنا عليها الدجاج. هو الهدف ما ان نحمر البصل بس لتطلع ريحتها مع الثوم وتتجانس في الطعم ويعني يطلع العصارة اللي فيها. ننزل الدجاج مباشرة. أيوة نقلبه مع بعض بالطريقة قبل ما يتغلف البصل والثوم. طبعا أنا استخدمت زيت الزيتون، أفضل في الطبخ أستخدم زيت الزيتون. نعم أفضل خاصة في السلطات والمقبلات والسندوتشات. دائما مشاهدينا افضل انكم تستخدموا زيت زيتون لانه يعطي نكهه وطعم. بعد كذا راح اضيف البهارات المخلوطه، بهارات دجاج. راح اضيف الملح وقلبهم مع بعض.
مشاهدينا مثل ما تشوفوا الطريقة جدا سهلة وبسيطة، يعني الوقت بدل ما يضيع في تخمير عجين معين وتنتظروا لين يتخمر وبعدين ترجعوا تعجنوا وتدخلوا الفرن وتطلعوا، يعني العملية جدا طويلة وممكن تأخركم عن أشياء كثيرة، مثلا عندكم مناسبة أو مستعجلين على وجبة جدا خفيفة وسهلة وبسيطة، جربوا هذه الوجبة إن شاء الله تنال إعجابكم، اللي هو الكريب بالدجاج. مثل ما تشوف الخطوات جدا سهلة وبسيطة مع الشيف أمل. أيوة، الحين نضيف الذرة. الحين طبعا نخليها بس شوية عشان تتشرب البهارات وكذا، وطبعا نحن بعد ما حضرنا الكريب الحين راح أوريكم طريقة لفة. نحط جبن وبعدها نحط الحشو ولفه بهالشكل. مشاهدينا مثل ما تشوفوا طريقة اللف جدا سهلة وبسيطة، وبإمكانكم يعني أنتم تلفوها بأي شكل، بس أفضل هذه الطريقة عشان الجبن يذوب مع الحشو الساخن والحشو حتى ما يفقد يعني الحرارة اللي فيها، لأن إذا الجوانب مثلا كانت مفتوحة معانا فبإمكان الحشو يفقد حرارته والجبن ما يذوب بشكل كامل. أمل ممكن استخدموا نوع ثاني من جبل شيدر أو ينوعوا مثلا جبنة سائلة، ولا يفضل انهم يستخدموا الموزاريلا؟ طبعا انا افضل دائما الموزاريلا وما افضل الجبنه السائله، لان راح نقليها بعد كذا راح تعرف انت تذوق. والشيدر مثلا؟ الشيدر ممكن طبعا. بامكانكم مشاهدينا حتى تنوعوا، تحطوا مثلا قليل من الشيدر والقليل من الموزاريلا، طبعا الاجبان لما نخلطها مع بعض يعطيك نكهه جدا يعني جميله ولذيذه في السندويتشات بشكل خاص. بعد كذا نلفها بهالشكل ونخليها، بس الحين راح اوريكم طريقة القلب. والافضل طبعا مشاهدينا انكم تقلوها شوية في زيت الزيتون، اول شيء عشان ياخذ نكهة ولون، وثاني شيء الجبن داخل يسيح مع الدجاج وحمسة الذرة، يعني يعطيك طعم حلو ولذيذ. وحتى لما تفتحوا الكريب يعني الشكلية يعني منظر. بس نزيد درجة الحرارة بس عشان يحمر ووريكم شكله. هو يفضل أمل أنه يكون القلي في كذا بان، يعني ما يكون ديب فراي، صح؟ يعني أيوة، ما يكون في زيت زيت كثير، يعني يفضل أنه يكون ما يكون في قلي عميق، يكون كذا فقط رشة زيت زيتون وتحمروها فقط، يعني ما يحتاج قليل من زيت يدخل فيها من جوانب وكذا، لان ما نريد حتى الحمسه تتشرب يعني زيوت كثيره بالشكل. الحين بدات تكون دسمه شوي. بعدين طبعا الكريب بامكانكم تحشوه باي حشوه انت تحبوها. حتى أمل أحس الحين السلطات، يعني مثلا سلطة التونة يخلوا الكريب باردة، يعني مشاهدينا هذا النوع من الكريب يعتبر كريب ساخن أو دافي، بإمكانكم حتى تعملوا إذا مستعجلين اللي هو يكون كريب بارد بإضافة سلطة التونة، مثلا تحضروا التونة مع مثلا خضار مشكلة وتحطوا فيها إذا حابين مايونيز أو جبنة أو أي إضافات، عصير ليمون مثلا، وتحطوها بالكريب، وبإمكانكم يعني حتى تقسموها أشكال دائرية وتتحكموا بالمظهر، يعني طريقة الشكل النهائي، أو حتى رولات سندويتشات، يعني هالشيء يرجع لكم، وحلو أنكم دائما تغيروا في أطباقكم وتنوعوا في المطابخ، يعني تدخلوا الأكلات العالمية بشكل محلي وطريقة جديدة. التجدد والتغيير دائما مطلوب في المطابخ وفي البيوت. الحين طبعا بس أوري المشاهدين كيف يكون لونه. طبعا راح يكون هذا اللون، اللون المطلوب ذهبي تقريبا. أيوة، اللون المطلوب هو هذا. ايوه هذا معانا.
بس راح اكمل على باقي المقادير وبعدها راح اوريهم كيف طريقه تقديم الطبق. اذا مشاهدينا كذا يكون جاهز معنا الطبق الاول اللي هو طبق المقبلات. خلونا نروح فاصل ونرجع لكم نكمل كيف يكون طريقة تقديمها. في رمضان هذا العام خلي الحلويات أحلى مع حليب أبو القاسم المكثف المحلى. احصل على 3 عبوات بسعر خاص. أبو قوس، خلي الجمع أحلى. والحين مشاهدينا راح نقدم لكم عصير عالم النسيان اللي راح يقدمه لنا الشيف فيصل. وعدنا لك مره ثانيه الشيف فيصل. مرحبتين. بغيناك تعرفنا على مكونات هذا العصير. هذا اول شيء من العصاير الحمضيه معانا، المكونات بسيطه، 3 مكونات رئيسيه اللي هي الخيار، النعناع والليمون الطازج، عصير ليمون طازج، نضيف له شويه سكر، بعدين بنسينا الادوات اللي استخدمناها نحل عصير المكونات الرئيسيه. ايوه طيب، شو رايك نبدا بعصير العصير؟ بسم الله، نضيف ماي. الشيف لو تخبرنا اكثر عن عصير عالم النسيان، هو اسمه يعني جدا غريب. غريب ايوه، ويشوق يعني اسمه. أيوة يشوق فعلا. صحيح، معنا العصير طبعا هو اكيد من الحمضيات اللي تريح النفسيه وتريح البال. دائما الناس تستخدم عصير الليمون حل تهدئه الاعصاب. ضافوا فيها، ضفنا فيها النعناع وضفنا فيها الخيار. الخيار طبعا من فوائد الخيار انه يساعد القصب الهوائيه انه يعني تصير فريش فيها موضوع. صحيح. نفس الشيء يحافظ على رطوبه الجسم. ينصح بالاطباء خاصه في رمضان بتعويض السوائل. أيوة نعم. والنعناع طبعا يساعد بشكل عام مشاهدينا على عمليه الهضم وحتى المعده، الانتفاخات والغازات اللي تكون موجوده بالمعده. دائما ينصحوا بالنعناع، يعني النعناع جدا مهم خاصه ايوه في شهر صحيح رمضان. صحيح شيف سميره. طبعا بس كنصيحه، دائما الثلج في اي عصير لا نضيفه مع العصير مع الخليط. أيوة. الاساس ما يتكتل معنا، اذا ضفت الثلج مع العصير يتكتل معنا، فافضل انك تخلي الثلج داخل الكوب التقديم. أيوة. الحين اشغل الماكينه ان شاء الله، العصير ما يحتاج له وقت كثير، على طول يجهز. يجهز العصير معانا وعلى طول نقدمه. طبعا تقديم ماله يكون معانا شريحة ليمون، نضيف بعض شرائح الخيار داخل كدليل ان مسوي الخيار مع ورق النعناع. نضيف للمكعبات الثلج، افضل ان نضيف كامل الحاجات بعدين نضيف العصير عليه بعدين يطلع معانا. طبعا شرائح الخيار اللي نضيفهن تكون رفيعة جدا عشان يرتفع معانا. مشاهدينا مثل ما شفتوا طريقة إعداد العصير اللي هو عصير عالم النسيان جدا سهل وبسيط، وحتى المقادير جدا سهلة ومتوفرة في كل مكان تقريبا، وما مكلف لا للوقت ولا للجهد يا شيف. صحيح، ما مكلف ودائما متوفر، حتى احيانا حصله داخل اصلا زارعيننا. أيوة. كمجتمع عماني داخل بيوت مثل الليمون متوفر بشكل. أيوة. كبير. ليمون نعناع ومعنا يمكن الخيار ونفس. نعم. الشيء متوفر خاصه الحين وقت، وحتى كعصير يعني فوائده كثيره يعني. صحيح. هذا العصير غني بالفيتامينات خاصه الفيتامين سي، غني بالفيتامين سي نصحوه بوقت رمضان. أيوة. بعد الفطور عشان يعوضنا عن السوائل الفاقدينها خلال وقت الصوم. هذا العصير صراحه فكره جديده شيف،
وان شاء الله راح نجربها معاكم، وراح نجربها وحنا انا عن نفسي راح اجرب هالعصير. بس شكله من شكله ما شاء الله جميل، اتمنى يعجبكم ان شاء الله وبالهنا والعافيه ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. مشاهدينا مثل ما شفتوا خطوات عمل عصير عالم النسيان، عصير جدا سهل وبسيط في الاعداد، ان شاء الله عجبكم وخفيف وراح تنفذوا معاكم وسجلتوا المقادير وان شاء الله عجبتكم. طبعا مشاهدينا كان معانا ضيفنا لليوم الشيف فيصل، نشكره على الاطباق اللي قدمها لنا. شكرا لك شيف. مشكورين واتمنى ان شاء الله مره ثانيه نتلاقى على خير. مشاهدينا طبعا مثل ما تعرفوا ما شاء الله الشباب العماني يعني جدا مبتكرين، صاروا الحين ما شاء الله واجد عندهم ابتكارات، وهذا مثلا عندكم دليل عصير عالم النسيان، يعني عصير جدا خفيف وسهل في التحضير بامكانكم تعملوه، وهذا من ابتكارات شفنا لليوم الشيف فيصل، يعني هو مزج بعض المكونات مع بعض واعطاها مسمى سهل وبسيط وحلو، ان شاء الله نال على اعجابكم وراح تسجلوا معكم المقادير او تنفذوها معكم في البيت. مشاهدينا والان وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، وراح نستعرض معاكم الاطباق اللي عملناها معاكم لليوم. طبعا انا قدمت معاكم صحن المقبلات واللي كان فطاير الكريب بالدجاج والجبن، ومعانا كان الشيف فيصل. وش قدم معانا الشيف فيصل؟ قدم معانا السالمون بالخضار وعصير عالم النسيان اللي هو مثل ما قلنا عصير جدا مفيد وسهل في التحضير. ان شاء الله عجبتكم وجباتنا لليوم ونالت اعجابكم وراح تنفذوها معكم، ونشوفكم في حلقة جديدة من عوافي. نلتقيكم على خير ومع السلامة.